السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. نلتقي في هذا الجزء الثالث من موضوع تحليل رموز قمر كورونا الصناعي، كورونا كاست الصناعي. وصلنا إلى الخطوة الثالثة، وهي عملية تحديد أو التعرف على الماسح الأرضي أو ماسح المناطق الأرضي، هذا الذي ترونه أمامكم. بداية، قبل هذه النقطة إخوتي الأحبة، أريد أن أركز على أو أعرج على في بعض الرموز المهمة هنا، وهي في الزاوية اليسرى العليا. اليسرى توجد هنا خريطة المحتويات أو الزاوية، المربع الأسود هذا الذي يحتوي على محتويات الخريطة ودلالات بعض هذه المحتويات. هنا مثلا عندنا المثلث البرتقالي اللون، هذا المثلث يدل على المواقع المهمة والأثرية، هذه مواقع مهمة وأثرية. طبعا هنا لاحظوا هذه الكلمات التي ظهرت على الشاشة هي أسماء المناطق، الآن سنستثنيها مؤقتا، نكتفي برمز الصح الواحد اللي على اليسار للتعرف فقط على هذه، يعني الرموز هي لا نستطيع التعرف عليها في لقاء أو لقاءين مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن نعرف الدلالات فقط اللي تشير إليها هذه الرموز. هذه المثلثات التي ترونها أمامكم على الشاشة هي عبارة عن مواقع أثرية ومهمة وأمكنة غنية بالمعلومات العلمية التاريخية والجيولوجية. إذن المعلومات التاريخية والجيولوجية، يعني ليس فقط تاريخية وأثرية، ولكنها أيضا لها دلالات وأهمية جيولوجية تختص بطبقات الأرض، تختص بالثروات الطبيعية، تختص بيعني أمور مختلفة لها قيمة علمية. طبعا تتركز معظم هذه المناطق في المناطق العربية أو في المنطقة العربية بشكل كبير. لاحظوا هنا مثلا هذه المنطقة، تلاحظوا تركز كبير جدا لهذه المواقع، تركز كبير جدا فعلا. يعني طبعا هذه المنطقة أو هذا الجزء هو شمال سوريا والعراق، شمال سوريا وشمال وإلى شمال العراق، شمال سوريا نعم، وكذلك إلى الزاوية الشمالية الشرقية من سوريا وبداية تركيا. لاحظوا هنا حمص، هنا في حمص وحماة، معرة النعمان، إدلب، طرابلس، طرطوس هنا على البحر الجهة الشرقية، عفوا الجهة الغربية. ولاحظوا هنا إذن تبدأ من منطقة الرقة ودير الزور إلى الشمال الشرقي، والشمال والشمال الشرقي تركزها بكثافة، بينما في المنطقة الغربية متناثرة لكنها أيضا منطقة مهمة جدا. الآن هناك
فكرة ذات أهمية أيضا، وهي استخدام الكاشف أو الماسح لهذا القمر للبحث في هذه المناطق، يعني أو لمقارنتها الآن، وضعها وشكلها وتضاريسها وما طرأ عليها من تغيير في الوقت الحاضر عن الفترة القديمة عندما تمت زيارة هذه المواقع قديما، عندما تمت زيارتها قديما أو عندما تم زيارة في فترة معينة. يعني ليس شرطا أن يكون كما قيل وكما ينتشر هنا وهناك بأن فترة الستينات من القرن الماضي فقط، وإنما أو فترة نهاية الخمسينات، وإنما إخوتي الأحبة قد تكون هذه الزيارات حصلت في الثمانينات أو في التسعينات وغير ذلك، فهي لم تكن زيارة واحدة ولم تكن بعثة علمية معادة للنظر في هذه المواقع لمدة أو لفترة واحدة فقط. لننظر قليلا مثلا هنا منطقة تدمر، منطقة أثرية، نلاحظ منطقة تدمر منطقة أثرية ومنطقة ذات علم، ذات يعني اهتمام علمي معين. خلينا نشوف الماسح ماذا يعطينا عن تدمر. نكبر أو نقرب الشاشة بمعنى أننا ننظر إلى تدمر الآن من مسافة أقرب، يعني من ارتفاع أقرب عبر القمر الصناعي. هنا من ارتفاع 20 كيلو، هنا من ارتفاع 10 كيلو، هنا ارتفاع 5 كيلو. يعني نراقب تدمر، لاحظوا التضاريس هنا حول تدمر في الزيارات الأخيرة في القرن الماضي، يعني خلينا نعتبر أنا في السبعينات في الستينات مثلا، في تلك الأزمان قبل الثورة المعمارية الحديثة. نلاحظ الآن هنا تدمر في الزمن الحالي، لاحظوا كيف وضعها كيف شكلها. الآن سنكبر قليلا ثم نعيد المسح بالكاشف مرة أخرى. هنا من 2 كيلومتر هذه تدمر، لاحظوا إخوتي الأحبة شكل هذه المنطقة قديما. انظروا الآن إلى نفس منطقة تدمر ثم إلى المنطقة المحيطة بها شمالا مثلا وإلى الشمال الغربي، نلاحظ كيف شكل الجبال كيف شكل الأرض. طبعا هنا تدل هذه الخريطة، بعد قليل سنتعرف على الرموز الموجودة في هذه الخريطة هنا كيف، يعني هذه الصخور، هذه النقاط أو المساحات البيضاء اللي شديدة البياض هي عبارة عن مرتفعات. لاحظوا هنا جنوب تدمر مثلا مباشرة توجد بقع بيضاء شديدة البياض، أو ليست شديدة، لا أقصد لامعة يعني، لكنها قوية. هذه عبارة عن تلال إخواني الأحبة، وهي مرتفعات جبلية واضحة. هناك أيضا نلاحظ هنا المنطقة السوداء، هذه المنطقة السوداء اللي